احنا هنستضيفي في برنامجنا يعني نجوم الغد، وبنحييك بنقول لك اهلا وسهلا بيكي. اهلا بحضرتك، ميرسي. ماجدة، بنقول دايما الفنان بيكتشف مواهبه، في البعض بيكتشفها مبكرا وفي البعض الاخر بيكتشفها بالصدفه متاخرا. قولي لي، اكتشفتي موهبتك امتى؟ لا، هو انا من زمان جدا برسم في المدرسه، كنت برسم على الازاز والمرايات، فبالنسبة لي ده كان من دي البداية، بسمع الإزاز. بدأت بقى أتجه اتجاه تاني خالص لما حاليا، إن أنا بحب قوي ألبس الإكسسوار اللي هو يبقى ماركة، ولازم يكون الإكسسوار فيه حاجة كده تشد، يبقى فيه لمسة فنية جميلة قوي ومختلفة عن أي إكسسوار تاني. فبدأ إن أنا أفكر ليه ما أعملش حاجة، هل أقدر أعمل حاجة زي كده ولا لأ. ففعلا بدأت بدايتي خالص أساسا إكسسوار، وبعد كده اشتغلت في الفضة. برافو عليك. نعود إلى الكلية، كلية أداب، قسم اللغة الإنجليزية، والبداية والانطلاقة وتفوقك في الكلية. إزاي كنت متفوقة في الكلية؟ الحمد لله، كان هدفي أساسي إن أنا لازم أخلص الجامعة، وبعد الجامعة عملت ماجستير ودخلت في حاجات تانية كتيرة بعد كده، دراسة اللغة الفرنسية، ودرست بقى حاجات كتير قوي عن المانجمنت وكده، وأخيرا أخدت الام بي اي في الماركتينج. حتى الماركتينج يعني اتجهت إليه، بتهيألي هو متصل اتصال وثيق بالإنتاج الفني، ويمكن الاكسسوار من أهم الأشياء اللي المفروض تتسوق. بالظبط. قولي لي، في عالم تسويق الاكسسوارات محتاجين خبرات ومحتاجين معارف عشان نسوق هذه المنتجات. انت اللي انا عرفته واللي انا سمعته عنك ان انت قمتي بعدد كبير من المعارض وسوقتي منتجاتك بشكل جميل. قولي لي، ازاي كنت بتخشي معرض؟ ازاي كنت بتسوقي منتجاتك؟ في البداية خالص انا ما كانش هدفي ان انا ابتدي بالتسويق، لان انا الحاجة اللي انا بعملها بحبها قوي، عاوزة تنتشري تواجدي في السوق. هي الحمد لله بدأتها خطوة بخطوة. اول حاجة عملتها لفتت النظر، وده كان الهدف بتاعي، ان انا اعمله والبسه ما يكونش اي حد تاني لابسه. ولغاية دلوقتي الحمد لله انا بقالي 9 سنين ما كررتش الموديلات بتاعتي. كل موديلاتي كلها قطعة واحدة، وان بيس زي اللي انت لابساه كده. بالظبط كده. قولي لي، اللي انت لابساه اكيد انت يعني وانت بتختاريه اخترتيه بعناية شديدة، ده من خامة ايه؟ وانا شايف الحلق طويل، قولي لي يعني ستايل ايه ده بتسميه؟ هو انا دخلت فيه فضة مصري مع هندي وافغاني. ايه ده، يعني خليط من كذا نوع من الفضة؟ انت اللي عملتي السبيكة يعني؟ لا، انا ديزاينر، مصممة فقط. باخد البيسز، اما باجي انزل اشتري حاجة او افكر في اي حاجة، باخد القطع وابتدي انا اعمل الديزاين. في بعض الاحيان ممكن ارسم رسم كروكي واديه للورشة يعملهولي. يعني مثلا دي كانت فكرة بالنسبة لل قدوم الفالنتاين، ففكرت ان انا اعمل مثلا رسمة كده بسيطة قوي، تبقى حاجة تبقى ماتش، يعني يبقى فيها ماتشز او يبقى فيها يعني تطابق مع الانسان اللي انا يعني بحبه، سواء كان اب او اخ او ام او اي حد، حتى خطيب حتى. بالظبط كده. كل التصميماتي بتختلف، في للاطفال، في مختلف الاعمار. حتى اخر يعني من ضمن المعارض اللي انا دخلتها كان مهرجان الحصان الدولي، الحصان العربي، مهرجان الدولي للحصان العربي. كنت عامله قطعه حلي للحصان، الحقيقه كانت قطعه كامله، خلخال، وكان نيكلس، وميدالية يعني كيتشين، ميدالية عربية. فالحقيقة كانت يعني كانت حاجة جميلة جدا. فبحب ابقى مختلفة، حتى في يعني مركزتي بس على الحاجة اللي هي فقط ان الحلي معروف ان هو للحريمي، لا، هو كل حاجة، سواء للبنت، للولد، للاطفال، حتى للحيوانات. بنقول يعني دايما لما بيجي نعمل عمل فني متميز بنحاول بقدر الامكان ان احنا نستلهم الجديد والفريد، بحيث ان المشاهد يستهوى
هذا الفن. المعارض أكسبتك خبرة كتيرة، قولي لي كنت بتبيعي بكميات ولا إيه بالضبط؟ هل احترفتي خلاص هذا المجال وبقى هو مجالك ومستقبلك، ولا ما زلتي برضك اللغة الإنجليزية وتعلمك في الجامعة لسه برضك بتلح عليكي من أن الآخر عاوزة تبدأي مشوارها؟ هو استخدام اللغة ما الواحد ما يقدرش يستغنى عنها، انك تخش معارض وانك تخش معارض مع مش بس حلي حاجة متخصصة، لا تخش مع المعارض بتبقى في دخلت معارض كتيرة قوي مع فنون تشكيلية، ده بيديني خبرة اكتر يعني، لان انا من وجهة نظري الفن ما بيجزأش، الفن عبارة عن قطعة واحدة او دايرة واحدة، سواء فن سواء افلام او معارض، الحاجات دي كلها داخل تحتها هو الفن، فدي يعني لازم كان من اهم الحاجات الاساسية اللي كانت في دماغي ان انا يبقى بجنبي يعني يبقى جانب حد بيرسم، حد عامل مثلا جلد مشغولات جلدية، سواء مشغولات بالخزف. كملي شغلك بشغله، الحاجات دي بتجيبي افكار يعني ده ممكن طب انا ممكن اعمل كذا، في الهام يعني لازم يبقى في حاجة، لازم ابقى مختلفة، ابقى في اختلاف في الحاجة، كلنا بنعمل اكسسوار لكن ايه اللي ممكن يبقى فيه اختلاف، لازم انا افكر ان انا ابقى مختلفة او فريدة عن بقية الزملاء. يعني دايما الموهبة يدعمها دائما الدراسة، بيدعمها دائما الخبرة والمران. انت طبعا قلتي لي انك اخدتي دورة في هذا المجال. لا انا مفيش دوره في المجال الحقيقه، هي بدايتي انا بدات نفسي بنفسي. مش في اي دورات؟ ما فكرتش ان اخش اي كورسز او اي دورات. تختلف معاكي لو اخدت دوره او كورسز؟ اكيد اي حاجه بتتفرج عليها بتبص عليها او اتعلمت منها لازم تختلف، لازم. طبعا امتى لو جاتك الفرصه ممكن يعني تقولي والله هي ده وقتها عشان اتعلم شيء جديد؟ ممكن اخش في تسييح الفضه، المجال اللي انت عاوزاه ان شاء الله، دي ممكن تبقى خطوة تانية قدام. بنشوف عدد كبير من مصممين الاكسسوارات الحريمي تملي متجهين لانتاج القطعة الواحدة، وانا تملي يمكن قلتها في حلقة قبل كده، احنا مش عاوزين قطعة واحدة، احنا عاوزين الاف من القطع. هل اتجاهك حاليا اتجاه كفني فقط ان انا اعمل قطعة متميزة لها طابع شخصي ويمتلكها واحد بس، ولا انا احب اعمل خط انتاج واعمل كثافة وغزارة في الانتاج؟ الاثنين. استاذة ماجدة، بنقول دايما لما بنقول نصيحة لحد بنقولها له بامانة. يمكن عدد كبير من الشباب دلوقتي عاوز يعرف انا عشان اخش المجال دوت وانجح في المجال ده مفروض مني ايه، مفروض اعمل ايه عشان انجح زي ما انت نجحتي. انك تحب الشيء اللي بتعمله اهم حاجة، انك تبص تشوف جوه نفسك ايه اكتر حاجة انت بتحبها، هي اكتر حاجة هتنجح فيها. وزي احب العمل، ما هو انت كل واحد فينا عنده حاجة بيحب يعملها او بيعرف يعملها، لو عنده اصرار انه ينجح هينجح، وخطوة بخطوة بينجح بالعلاقات بالقراية بيزود كل الحاجات دي، الاشتراك في المعارض كل الحاجات دي. يعني ما يستعجلش مع نفسه، يبدأ بالراحة بالراحة ويشوف ايه اللي هو جيد فيه قوي ويمسك فيه ويقوله هي دي بدايتي. وده اللي انت عاوزة تقوليه بالضبط. انا بشكرك على لقائك الكريم دوت، وان شاء الله احنا اتعلمنا منك كتير وشوفنا قد ايه انت فنانة. ان شاء الله مزيد من التوفيق. ميرسي، متشكرة قوي.